هنالك قاعدة معروفة أيها الإخوة، هذه القاعدة تقول: الثورة إذا انقدح زنادها في مكان ما تستطيع أن تهدم بساعات، لا أقول بأيام، لكن البناء لا يتم لا بساعات ولا بأيام، البناء يتم تدريجا بالتلاقي، بالتشاور، بالتعاون، بالاتفاق، ثم بالانطلاق إلى العمل. نعم. ننظر: وإذا بخطة تأتي من خارج هذا القطر من حيث لا نعلم، خطة باسم الإصلاح. طيب. وإذا بأوامر تصدر إلى هذه البلدة وسكانها بأن يعلنوا عن يوم كذا يوم غضب، يوم كذا يوم عزة، من هم؟ لا نعلم. ننظر: وإذا بأوامر تأتي تقول: ينبغي أن ترفعوا الشعارات التالية، ينبغي كتابة شعارات على الجدران، على إلى آخره، ونحاول أن نعلم المصدر، المصدر مجهول. ما الطريقة التي تصل إلينا منها هذه الخطط، هذه الأوامر؟ المواقع الإلكترونية كما تعلمون. الآن ما الموقف الذي يفرضه علينا الدين أولا أمام هذا الواقع؟ ما الموقف الذي يفرضه علينا الوعي؟ ما الموقف الذي تفرضه علينا الكرامة؟ الموقف الذي يفرضه علينا الدين هو قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا كلام الله عز وجل، أي لا تتبع من يأخذ بيدك إلى ما لا تعلم، لا تتبع من لا تعلمه من هو، لا تضع يدك في يد من تجهله، ولا تضع يدك في يد من تعرفه لكن لا تعلم إلى أي غاية ينتهي بك. هذا كلام الله. ولا تقف ما ليس لك به علم. وكم شرحنا هذه الآية، حتى الدين ينهانا الله عز وجل أن نغمض أعيننا ونتبع من يدعونا إليه تقليدا، أليس كذلك؟ فكيف بجهات أو جهة نجهلها ترسل إلينا خططا تزعم أنها في سبيل الإصلاح، تأمرنا بأن نعلن يوم غد يوم عزة، يوم غضب، يوم كذا، ونلتفت يمينا وشمالا ونبحث وإذا بهذه الجهة مجهولة. طيب. تتحرك هذه الجهة، لا أقول في الظل بل في الظلام، في الظلام، وترسل إلينا أوامرها ونواهيها عبر هذه المواقع التي أحدثكم عنها. حسنا، أنا هنا بقطع النظر عما يقوله الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أعود إلى عقلي، وأنا كما تعلمون أيها الإخوة رجل علم ولله الحمد، وأنا لست ممن يتعامل بالأسلوب الخطابي،
ولا بالوعظ الفارغ عن المضمون، هذا مبدئي. نعم. طيب، العلم يقول لي الاحتمالات المختلفة واردة. أمام المجهول تظهر الاحتمالات، هذا قرار منطقي بل رياضي. أمام المجهول تنبع الاحتمالات. أليس هنالك احتمال بل احتمالات أن تكون هنالك أصابع إسرائيلية صهيونية تحرك يا جماعة؟ أليس هنالك احتمال كبير أن يكون هنالك بعض من يتربصون بسوريا، وأنتم تعلمون أن هنالك من يتربص بها سوءا، يدلون بدلوهم في هذا الأمر؟ هذه الاحتمالات واردة أم لا؟ واردة يا أخواننا، بل احتمال كبير. طيب، الدين عرفنا موقفه، أمام هذه الاحتمالات ماذا يقول لي الوعي؟ الوعي يقول لي لا يجوز أن أغمض العين وأقول لهؤلاء الذين يأمروني لبيك سمعا وطاعة، يرسلون إلي خططهم لبيك سمعا وطاعة، يقولون لي وظفوا المساجد لكذا وكذا، أقول لبيك سمعا وطاعة. الوعي يمنعني من هذا، يمنعني من هذا. هنا يأتي دور الكرامة. عرفنا مبدأ الدين وعرفنا مبدأ الوعي، طيب الكرامة ماذا تقول؟ هل يوجد إنسان كريم على نفسه يتبع المجهول؟ معقول زيد من الناس مقنع قال لي أنت تعاني من مشكلة الفقر، تعال تعال أنقذك من هذه المشكلة، وأخذ يقدم لي كلاما معسولا جميلا. هل يمكن أن، إذا كنت صاحب كرامة دعك من الوعي، هل يمكن أن أنغض الرأس له وأسير وراءه؟ لا يمكن، لا يمكن لعاقل أن يفعل ذلك. طيب، نحن الآن في هذا الوضع، نحن الآن في هذا الوضع الذي أصفه لكم. لواء الإصلاح عندما، اسم الإصلاح عندما يرتفع، شعار الإصلاح عندما يرتفع، أنا واحد من الناس الذين ينشدون الإصلاح، وكلنا ذاك الرجل، وقلتها، لكن أسلك السبيل الذي يحقق لي الإصلاح طبق القاعدة المعروفة، نعم، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة علمية منطقية اجتماعية دينية. يعني إذا أردت أن أسلك طريق الإصلاح وسرت في هذا الطريق وإذا بي أخرب وإذا بي أقتل وإذا بي أسفك الدماء وإذا بالبراء يتهارجون ويتقاتلون وتسيل الدماء الزكية وإذا بالتخريب ينتثر وينتشر يمينا وشمالا، طيب ماذا صنعت أنت؟ أنت فررت من الحمى إلى الطاعون يا أخي. من قال أن هذا إصلاح؟ من قال؟ هذا شأن من يريد أن يمتطي الشعارات ويمتطي شعور الدين في المساجد من أجل مغانم خاصة لأصحاب هذه الخطط. أنا لا أريد أن أشير بإصبع الاتهام إلى جهة ما، لكنني أعود فأقول الاحتمال العلمي قائم، ولا أريد أن أسلم نفسي للظنون. طيب، فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأنا أناشدكم الله وأناشدكم الدين الذي بايعتم الله عليه، وأناشدكم الانقياد لقوله جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم.
أن تصموا آذانكم عما تسمعونه آتيا من خارج سوريا، وأن لا تلتفتوا إلى نصائح وأوامر تأتي من أناس مقنعين من فئات يتحركون في داخل الظلام الدامس. إياكم أن تنقادوا إليهم ليسيروا بكم إلى الأعشاش، ليسيروا بكم إلى الكهوف التي فيها أسباب الهلاك والدمار. الأمر أنا أعلم أيها الإخوة خطير بهذا الشكل. دماء زكية ما ينبغي أن نكون سبباً لإهدارها، ما ينبغي أن نجعل من عواطفنا ورعوناتنا ثمناً لإهدار دماء بريئة زكية بهذا الشكل. نعم، فتنة أطلت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدها عنا، وهذا هو المظنون بكرم الله. هذا أيضا شيء رابع أو خامس لا أدري، انتهينا منه. الأمر الأخير وهو زبدة الكلام، هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نتشاور فيه، قلته، وهو الدين الذي ينبغي أن نلتزم به، قلته، والكرامة التي ينبغي أن نتمتع بها، قلتها. بقي السبب الذي يتوج ذلك كله، الالتجاء إلى الله، الالتجاء الصادق لا التقليدي إلى الله. وفي أي الأوقات؟ الأوقات الخاصة، أوقات السحر يا أخواننا، اجعلوا بينكم وبين الله موعدا لا تخلفونه ساعة السحر، واعلموا أن الله ينظر إليكم، يستجيب دعاء الداعين، يستغفر للمستغفرين، يحقق سؤال السائلين. أنا 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 كفيل بهذا أيها الإخوة. الآن مرت بنا البأساء، وهذه محنة من الله، ترى هل سنفر منها إلى الالتجاء إلى الله؟ انظروا كلام الباري عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ربنا سبحانه وتعالى يربي، اسمه الرب، يعني ماذا؟ يعني يربينا. عندما يجد أننا انغمسنا في دنيانا، في منسياتنا، ملهياتنا، نعم، طيب، ينبهنا بمحن من المحن، بفتنة تطل برأسها من بعيد أو من قريب، ترى هل نصحو إلى الإيمان الجاثم بين جوانحنا؟ هل نصحو إلى البيعة التي بايعنا الله بها؟ هل نفر من هذه الشدة إلى الضراعة التي يأمرنا الله عز وجل بها؟